السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة أولى عاملين ايه؟ ربنا يوفقكم يا رب في امتحاناتكم وتعدي الفترة دي على خير وتخلصوا على خير ان شاء الله ويوفقكم يا رب. دي طبعا مراجعة بسيطة جدا وسريعة جدا على اللايبوبروتينز ميتابوليزم، بس طبعا عندنا ده بارت 2 اللي هو بنتكلم فيه على ال LDL وال HDL. تمام؟ طيب الميتابوليزم بتاع ال LDL قلنا ان هو بيتكون عندي من ال VLDL، بعد ما بيحصل لها تكسير، بعد ما بيحصل ال VLDL تكسير باللايبوبروتين لايباز، وبعد كده بعد كده بيرجع عندي ال ابو سي 2 وال ابو اي لل HDL اي، زي بيرجع الحق لاصحابه زي ما احنا قلنا في شرح المحاضره بتاعتنا. تاني حاجة اتكلمنا فيها قلنا الاستراكشر والفانكشن بتاعي، قلت ان انا عندي التاج اللي موجود عندي في ال LDL اكتر من التاج اللي موجود عندي في ال LDL اقل من اللي موجود عندي في ال VLDL، بس ال LDL عندي ملغم بالكوليسترول والكوليسترول استر اللي بيعمل لي مشكلة جامدة جدا وهو الريسك فاكتور كبير جدا للاثيروسكلوزس اللي هو تصلب الشرايين. تاني حاجة قلنا الفانكشن بتاعي ان هو بيعمل على ايه، ترانسبورت للكوليسترول بتاعي من الليفر بتاعي للبريفرال تيشو. تمام؟ كمان قلنا ان انا عندي سيل ممبرين ليها عليها ريسبتور، الريسبتور دوت خاص بيعمل ريكوجنايز عندي لي اتنين، الايبو بروتين بي 100 والايبو بروتين اي بتاع الكايلو مايكرونز، الايبو بروتين 100 بتاع ال دي ال والايبو اي بتاع الكايلو مايكرونز، ودوت الريسبتور دوت اسمه بي 100 ايبو اي ريسبتور زي ما احنا قلنا اللي هو عندي بيعمل ايه. قلت ان انا عشان الخليه بتاعتي تقدر تستفيد بالليبيد اللي موجوده عندي في ال LDL بتاعي او الكايلو مايكرونز لازم يبقى في ريسبتور على الخليه من بره بيتعرف على ال LDL او عندي كمان الكايلو مايكرونز. طيب قلنا كمان نقطه مهمه جدا اللي هي ايه، قلت ان انا عندي حاجه اسمها ريسبتور ميديتد اندوسايتوسيس، يعني اللي هي ديجريديشن، وكمان عندي الفيت بتاع عندي ال LDL. قلت ان انا عندي دي ال LDL عشان يقدر يدخل عندي للاي سيلز. اللي بيحصل كالتالي، اول نقطه هنقول ان انا عندي اساسا الريسبتورز موجوده في بيتس. البيتس يعني ايه؟ قال بيقول نتيجه ان الريسبتور بتاعي دوت اساسا نيجاتيفلي اتشارجد، فبيتكون عندي بيتس. يعني ايه؟ بتبقى داخله عندي سيل ممبرين ايه لجوه، وبعدين يحصل لها ايه عشان اعرف احافظ على شكل البيتس دوت، يجي عندي كوتد بروتين اسمه كالثرين. تمام؟ يوم ساند عندي البيتس ديت علشان ايه؟ تفضل ايه محافظه على شكلها. وبعدين ايه اللي بيتم؟ اللي بيتم كالتالي، انه ايه؟ انه يبدا يدخل عندي ايه؟ الخلايا تبدا تبتلع عندي ال LDL عندي بالاندوسايتوسيس، تقوم ايه واخداها عندي ايه لجوه، ماشي؟ فيتكون عندي فيزيكال، الفيزيكال بتتكون عندي من جوه من الريسبتور، وكمان عندي البروتين حواليها من بره. يبدا البروتين تفقد الفيزيكال دي البروتين ويرجع البروتين لمكانه تاني، والريسبتورز دوت النتيجه ليه نقص ال البي اتش جوه يبدا يفك من ال LDL ويرجع تاني عندي اليمين للسيل ممبرين بتاعي، ويقول لي ان انا عندي الفيزيكال ديت. كل ما بتلاقي الفيزيكال شبهها بتقوم ايه رايحه تمسك فيها، فبتكون عندي حاجه اسمها اندوسومز. الاندوسومز فيها لايسوسومز هتبدا تكسر الحاجات ديت وتكون عندي امينو اسيد وفاتي اسيد والكوليسترول والكلام ده كله. وكده انا استفدت من ال LDL. تمام؟ دوت عباره عن الديجريديشن والفيد بتاع ال LDL. نشوف مع بعض الكلام بقى. بيقول لي ان انا عندي ال LDL. LDL receptors are negatively charged like proteins forming PET on cell membrane. These PETs were coated with glycerin protein on the cytoplasmic surface of cell membrane. Glycerin protein acts as a stabilizer for the shape of these PETs. ماشي؟ ال LDL when binds to LDL receptor, LDL receptor complex is internalized by endocytosis. T3 قلنا ان هو بوزيتيف افكت على البايندنج بتاع ال LDL في الريسبتور بتاعه. كمان بيقول لي الكليسترين كود بقى يبدا يفقده، وبعد كده ايه يبقى ايه يبدا يفقده كده ووز لوست، والفيزيكال بتاعتي كوندينج لل LDL فيوز مع اذر سيميلر فيزيكال زي ما قلنا، وبيكون لي عندي فيزيكال كبيره اسمها ايه اندوسومز. بيقول لي وذن لليومن بتاعت الاندوسومز ال LDL was separated from its receptor due to the lowering بتاع ال pH بتاعت الاندوسومز. ال LDL contents بتاعت الاندوسومز were hydrolyzed by lysosomes while the LDL receptor can be recycled. يعني ترجع تاني ريسبتورز عشان نبدا نستخدمها تاني عشان ترجع على سطح الخليه. اللايسوسومز تبدا بقى تكسر عندي ال LDL وتكون لي عندي فري كوليسترول، فاتي اسيد، امينو اسيد، فوسفوليبيد. قال لي الكومبوننتس دي كلها ببدا استخدمها عن طريق الخليه بتاعتي.
قلنا الميتابوليزم بتاعت ال HDL، قلنا ان انا عندي البارتيكلز بتاعتي، قال لي ان انا عندي ال HDL دي بتتكون عندي ايه، قال لي ان انا عندي ال HDL particles secreted directly into the blood من the liver و the intestine. يبقى انا عندي مين اللي بيكونها لي؟ الانتستين و الليفر هما اللي بيكونوا لي عندي ال HDL، ويبدا ايه يحصل لها عندي secreted directly للبلد. قال لي ان انا عندي ثلاث وظايف مهمه جدا 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 ال HDL. قال لي اول حاجه ان هي reservoir. يعني ايه reservoir؟ يعني خزان مليان احزان. خزان لمين؟ قال لي ان هي خزان للابو بروتينز بتاع عندي ال C11 والابو E. طبعا زي ما احنا قلنا ان انا عندي اي حد بيبقى مزنوق في اي حاجه وبيحصل ماتوريشن عندي في البلد بيقوم رايح عندي على الغلبانه ال HDL وياخد منها ال C11 والE بتاعتها. قال لي ان انا عندي C11 دوت هو اكتيفيتور للايبوبروتين لايباز، وكمان عندي الابو اي دوت عندي ريكوايرد عندي علشان يحصل عندي طبعا ايه ريسبتور ميديتد اندوسايتوسس للاي دي ال والريمننت بتاعت كمان كايلومايكرونز. زي ما احنا قلنا ان احنا قلنا ان الريسبتور دوت بيتعرف على مين؟ قلنا ان هو بيتعرف على الاي وبيتعرف على البي 11 بتاع الكايلومايكرونز، وكمان عندي ال دي ال. كمان بيقول ان هو بياخد عندي انستروفايد كوليسترول، ابتيك الانستروفايد كوليسترول. تمام، يعني ايه؟ قال لي الكوليسترولز اللي هي ما تحولتش لسه للكوليسترول استر. بيقول ان هو اكسلنت اكسبتور للانستروفايد كوليسترول من اللايبوبروتينز، البرايبوبروتين لايبرتيكلز، سواء كان من هو احسن من اللايبوبروتين بايتيكلز او كمان حتى كمان من الممبرين. قال لي ان انا الاتش دي ال فيها عندي هاي فوسفوليبيد اللي هو عباره عن سوليبلايزر. يعني ايه؟ يعني هو بيدوب عندي الكوليسترول عشان يعرف يدخله جوه. كمان بيقول لي ان انا عندي ايه، قال لي ان هو اكيوميشن بتاعه الكوليسترول في الاتش دي ال بيؤدي لان شكلها بيتحول من الديسك شيب اللي هو النيسنت اتش دي ال دوت للسفيريكال شيب. ماشي، اخر نقطه عندنا بيحصل عندي استرفيكيشن للكوليسترول. قلنا الاسترفيكيشن ده بيحصل ليه؟ قال لي ان انا عندي كوليسترول تيكن اب باي الاتش دي ال. يبقى تاني كده الكوليسترول بيحصل له تيكن اب باي اتش دي ال، بيحصل له استرفايد على طول الكوليسترول استر، ودوت عن طريق انزيم. الانزيم مين اللي بيفرزه؟ بيفرزه عندي الليفر، وبيمسك عندي في الابو بروتين ايه علشان بيحصل له اكتيفيشن، بيمسك عندي في اتش دي ال وبيحصل اكتيفيشن عن طريق الابو ايه اللي هو عندي لاكات والباكات. لاكات قال لي ان هو عندي ايه، قال لي ان هو ترانسفيرز للفاتي اسيد من الكربون رقم 2 في اللاكسين للكوليسترول عشان يكون لي حاجه اسمها هيدروفوبيك كوليسترول استر، وكمان يكون لي حاجه اسمها لايسوليكسين. قال لي ان الديفيشنسي بتاعتي، قال لي ان هو بيعمل لي كومبليت عندي، قال لي سواء كومبليت فاميليال لكات ديفيشنسي او بارشال اللي هو بيعمل لي حاجه اسمها فيش اي ديزيز، بيتكون بيبقى ايه ريزلت ان في ماركت، معلش ماركت ديكريز في الاتش دي ال. ماشي، طيب طبعا ده الشكل عندي الاتش دي ال. عندي حاجه اسمها سب فراكشنز، قال لي ان انا عندي نوعين من الاتش دي ال، قال لي عندي 3 وعندي 2. قال لي 3 دوت اللي هو لسه صغير اللي هو ده عندي النيسنت اللي هو بيبقى شكله ديسكويت وفي عندي كوليسترول حبه صغنين، وبعد كده لما بتبدا عندي الاتش دي ال ياخد كوليسترول كتير 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 بيتحول لشكل راوند ومثل لايك بارتيكلز. تمام، بيقول لي عندي حاجه اسمها ريفرس كوليسترول ترانسبورت. معناها ايه؟ بيقول لي ان انا زي ما الكوليسترول باخده عندي من الليفر والانتستين عشان اوديه عندي البريفرال تيشو، باخد برده من البريفرال تيشو وارجعه تاني عندي دي الليفر عشان اعمل له ايه، في اخلص منه. او كمان عندك السترايدو جينيك سيلز. ماشي، طيب قال لي ان هو اول حاجه ان هو قلنا ان هو جود كارير، عارفينها. قال لي ان هو كمان افلكس بتاعه الكوليسترول من البريفرال سيلز للاتش دي ال، قال لي ان هو بيروح عندي من البريفرال سيلز بيروح للاتش دي ال، بيحصل لها استرفيكيشن طبعا عن طريق اللاكات، وكمان بيمسك عندي في الكوليسترول اتش الاستر. قال لي ان انا بقى بايندنج اوف كوليسترول استر ريتش بتاع الاتش دي ال تمام للليفر، وكمان عندي سترويدوجينيك سيلز. قال لي الفيل بتاعتها، بيقول ان انا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي بايندنج بتاعت الكوليسترول اتش الاستر ريتش بي اتش دي ال اللي هو 2 ده بيمسك عندي في الليفر والسترويدوجينيك سيلز، وده بيبقى ميديتد عن طريق اكشن بتاع عندي ريسبتور اسمه سكافنجر ريسبتور كلاس بي اللي هو اس ار بي. تمام، يبقى كده اتكلمت على ال LDL و ال HDL. دلوقتي هنتكلم على الاثيروسكليروز. قال لي ان انا عندي لايب بروتينز وعلاقتها بالاثيروسكليروز. طبعا عندنا الاثيروسكليروز معناها الفاسكولار ديزيز، هو عباره عن فاسكولار ديزيز، يعني هو بيحصل عندي في الفاسكولار اللي هي البيزلز بتاعتي. كاركترايزد عندي عن طريق ايه؟ لوس للالستيستي، البلاد فيسلز بتاعتي بتفقد عندي الالستيستي بتاعتها، المرونه بتاعتها. تمام، وتبقى ناشفه كده مجمده.
there are many precipitating factors which accelerate the accuracy بتاعة الاثيروسكلروز. قال إن في فاكتورز كتيرة كتيرة بتساعد على حدوث الاثيروسكلروز. إيه هي؟ الأوبيزيتي، التخن، وديابيتس مينيتس، الهايبرتنشن، الليك أوف إكسرسايز. وقلنا نأكد على الليك أوف إكسرسايز ديت إن هو ليه علاقة بالـ HDL. كل ما بنعمل إكسرسايز أكتر كل ما بيتكون عندي HDL أكتر، فبالتالي إن أنا عندي بحول الكوليسترول الوحش اللي هو لوحده ليه كوليسترول إستر. كمان عندي السموكينج، وقال لك عندي حاجة اسمها سيدنتري لايف، وآخر حاجة عندي الستريس. ماشي، هو دلوقتي عايز يتكلم بقى على الباثوجينيسيس عندي بتاعه الاثروميتس بليك. قال لي ان انا ايه اللي بيحصل، ليه بيتكون عندي اثروميتس بليك؟ قال لك نتيجه للاكسيدايز ال دي ال. قال لي ان انا بيحصل عندي ال دي ال بيحصل له ايه؟ اكسيديشن. قال لي اكسيديشن دوت عن طريق حاجه اسمها سوبر اوكسايد فري راديكالز نيتريك اوكسايد، وكمان عندي الهيدروجين بيروكسايد. دوت هيسبب لي ايه؟ هيسبب لي عندي، هيقوم جرح لي عندي الاندوثيليوم، ولما يجرح لي عندي الاندوثيليوم هيخلي المونوسايت دي تقوم داخله ما بين الاندوثيليوم وكمان عندي الانتما اللي هي السب اندوثيليوم، وتبدا تتحول عندي مونوسايت ديت لماكروفاج، ويقوم عندي الماكروفاج ايه؟ يقوم واكل عندي كمان اوكسيدايز ال دي ال. تمام، الاوكسيدايز دي ال دي ال، ويتحول عندي حاجه اسمها فوم سيلز. وبعدين الفوم سيلز ديت يحصل لها ايه؟ يحصل لها اكيوميليشن، وتبدا تعمل لي ريليز للجروث فاكتور وسايتوكاينز اللي بتعمل لي ميجريشن للسموث ماسل سيلز، ميجريشن ليها من الميديا للانتما بتاعتي، وتبدا عندي الطبقه اللي هي عندي اللي في النص ما بين عندي الاندوثيليوم والسب اندوثيليوم اللي هو الانتما تبدا تكبر تكبر تكبر، ويبدا ايه يحصل عندي تصلب في الشرايين للاستست تفقد دي واحده، وكمان عندي يبدا يحصل دي للشرايين. الفوم سيلز عندي تو تايبس من ريسبتور، واحد اسمه واحد الاوكسيدايز واحد اوكسيدايز، كتر خيرها عندها للاثنين. قال لي ان انا عندي ريسبتور بتاع الاوكسيدايز بتاع الاوكسيدايز بتاع ال دي ال هاز تو افينيتي نون سبيسيفيك نون ريجوليتد. كمان عندي نواسكا فينجر، وايل لي الريسبتور بتاع الثاني بقى العكس على طول، عنده هاي افينيتي سبيسيفيك وريجوليتد، وكمان عنده ايه؟ قال لك بريجوليتد داون ريجوليتد، يبدا يقلل لما السيل بتاعتي يبقى عندها سفشنت ايه كوليسترول. ماشي، اهي دي الصوره بقى زي ما احنا قلنا دوت عندي كده، ده حصل انجري، ده بدا يدخل عندي مونوسايت حول عندي الماكروفاج زي ما احنا شايفين كده، يبقى دوت حصل عندي انجري، تحول عندي دخل المونوسايت حول عندي ماكروفاج، بدا يتحول عندي الفوم سيلز، بدا طبعا عندنا شايفين الايه، بدا ايه يحصل عندي اكيوميشن في كوليسترول كتير ومش عارفه ايه والكلام ده كله، بدا عندي ايه يحصل عندي سلوب دي شرايين، عندي لايبوبروتين ايه والهارت ديزيز. قلنا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي حاجه اسمها لايبوبروتين ايه. انا عمري ما سمعت عن حاجه اسمها لايبوبروتين ايه. هنوضح بقى نقطه ان اللايبوبروتين ايه اتكون نتيجه انه اتكون عندي لايبوبروتين A نتيجة A، لأن ال LDL على رأسها ال B وجه عندي ابوبروتين A وراح مسك فيها فوق. الخلايا بتاعتي التشوز بتاعتي مبقتش تعرف عليها، هي عارفة ال B 100 بس ما تعرفش ال A، فبالتالي ما بتجيش ناحية ال LDL الملغم بالكوليسترول والكوليسترول إستر. فإيه اللي يحصل؟ يحصل كالتالي، يبقى عندي إن هو يبقى ريسك فاكتور بيأدي لإنكريز للريسك بتاعت الكورونري هارت ديزيز، يعمل لي مشكلة إن هو يبدأ إيه؟ يعمل لي مشكلة هارت ديزيز. ماشي؟ طبعا اكتر من مشكله، اول حاجه ان انا عندي كوليسترول كتير فيحصل لي تصلب للشرايين، كمان عندي مشكله في الجلطات هنشوفها في السلايد الجاي. بس الاول لازم اقول ان انا عندي نقطه مهمه جدا، ان هو اللي بيتحكم عندي في اللايبوبروتين ايه هو الجينيتك فاكتورز بتاعتي. الفاكتورز از ا دايت مي بلاي سام رول از ترانس فاتي اسيدز، يبقى تاني كده عندي مثلا الدايت ممكن يعمل لي زياده في اللايبوبروتين ايه، وبيقول لي كمان هرمون الاستروجين بيعمل على نقص ال ال دي ال واللايبوبروتين ايه. مشكله بقى عندي الجلطه، ايه هي مشكله الجلطه عندي؟ قال لي ان انا عندي الابو ايه دوت، قال لي ان هو ليه علاقه بالايه البلازمينوجين، فلما بيجي عندي بيبقى على البلازمينوجين من فوق، فاللي بيحصل لما يحصل عندي جلطه لازم يحصل عندي اكتيفيشن للبلازمينوجين عشان يبدا يعمل لي فايبرينو ايه لايسس. فبيقول زياده ال بي اي اللي هو لايبوبروتين اي بيعمل ايه؟ بيعمل كومبيت مع البلازمينوجين علشان البلازمينوجين اكتيفيتور، وبالتالي بيمنع عندي بلازمينوجين ان هو يعمل فايبرينولايسس، وبالتالي بيحصل عندي ايه؟ الكانس كورونري اتاك ريزيستنس. وكده يبقى احنا خلصنا المراجعه، وربنا يوفقكم يا رب وتخلصوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.